انا جيت المشروع دخلته من 3 سنين، ما كنتش متوقع ان هو بالحجم ده، وفرص العمل هنا متوفرة كتير الحمد لله. لقينا فرص عمل كتير، واي شباب عندنا عطلة بره او كده بتيجي بتشتغل، ونشتغل ومنروح كل يوم تقريبا 5 ساعات في اليوم. يعني الحمد لله نسبة الزراعة هنا ناجحة نسبة 100%، والامكانيات كويسة. انا هنا الحمد لله استفدت في المشروع وتعلمت فيه حاجات، وكل يوم بتستفيد خبرات فيه وكل يوم بتتعلم فيه جديد. نشكر القائمين على المشروع، ونشكر سيادة الرئيس ان هو فتح المشروع ده وعمل لنا فرص عمل كبيرة وكناش نتوقعها يعني بصراحة يعني.